على التليفون بقى على ذكر الموضوع ده، لان الموضوع منذ انتشاره في الايام اللي فاتت عن ان ممكن يكون في عينه ايجابيه في كلام راح ناحيه سحب البطوله من الزمالك. طبقا للوائح ما فيش حاجه بتقول كده الا في حالات معينه، ده اذا كان الزمالك اساسا عنده عينه ايجابيه. لما احنا سالنا الكاف قال لنا اساسا النتائج لسه لم تاتي من المعامل الخارجيه، فالكاف نفسه لا يعلم، لكن لا تعلم شيئا، ربما يخرج خبر في الايام اللي جايه. القصه انه حتى الان ما فيش، لكن عنده نسأل أكتر خبير فيما يخص مكافحة المنشطات وهو خبير دولي الدكتور أسامة غنيم. دكتور أسامة أهلا وسهلا بيك، تحياتي وتحيات مشاهدينا والكابتن تامر لحضرتك. اهلا بيك يا استاذ زهاني، واهلا بالكابتن تامر. وطبعا انا متابع معاكم مظبوط. المقدمه اللي قلتوها دلوقتي على موضوع المنشطات. الحقيقه يعني الواحد حزين لسبب، يعني ناس كثيره بتتكلم وكله بيشكي وكله بيتكلم وبيقول. اولا علشان نقدر نقول النهارده ان في عينه ايجابيه، يبقى لابد ان يبقى في اخطار من المعمل الدولي المعتمد بتتبعت للجهه المسؤوله عن مكافحه المنشطات وهي الكاف، لان الماتش ده افريقي وبالتالي تم اخذ عيناته بواسطه لجنه مكافحه المنشطات داخل الاتحاد الافريقي. بدات الناس تتكلم اذا كان الفريق الزمالك او فريق الاهلي العينه الايجابيه قالوا ان هي كانت من الزمالك. تمام. والمفترض في الحاله دي ان احنا بننقل النتيجه من فريق الزمالك الى فريق الاهلي. طبعا الكلام ده كلام مش مظبوط تماما. على فرضيه ان يكون في عينه ايجابيه، اللاعب هو اللي بيتم عقابه فقط. طب افترض ان هما اتنين لعيبه، يبقى الاتنين اللاعبين هما اللي هيتم عقابهم فقط حتى ان شاركا في المباراه. حتى لو ما اشتركوش في المباراه، يعني لو يعني قصدي حتى لو شاركوا وعينتهم ايجابيه هما اللي وعينتهم يتضرروا. ايجابيه، مفهوم. يعني هما كانوا في السكور شيت وما لعبوش ولا حاجه خالص. فاحنا هنرجع نقول الله، امال امتى بنقل النتيجه من الفريق الف الى الفريق ب؟ ايوه، لما يبقى عندي ثلاث لاعبين او اكتر. طب ازاي هيحصل ثلاث لاعبين او اكتر؟ احنا عارفين ان الرولز بتاعت الفيفا بتقول ان انا باخد اثنين لاعبين من الفريق الف واثنين لاعبين من الفريق ب زائد من يتلقى الكارت الاحمر. تمام. يعني لو في لاعب من اللاعبين الموجودين اخذ كارت احمر، اجباري لازم يتاخد منه عينه. تمام. يبقى معنى كده ممكن يبقى في عندي ثلاثه هيتاخد منه عينه. على فرضيه ان الثلاثه طلعوا ايجابي، في الحاله دي انا بنقل النتيجه من الفريق الف الى الفريق بس ب. دي الحاله الوحيده اللي بيبقوا فيها ثلاث عينات ثلاث مسحوبه. لاعبين او اكثر. اي يعني ده دي الحاله الوحيده اللي بيتسحب فيها ثلاث عينات، اثنين رسميين وواحد اتطرد، واحد كارت احمر، او ان الجهه المسؤوله عن تنظيم البطوله او المباراه تقرر ان هي تزود زي ما حصل في ماتش لا لا السوبر. لا 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 مفيش الكلام ده. امال لا ايه؟ لا ليه ده في ماتش السوبر تعليماتي، اتسحب عينات اكتر من اثنين من الاهلي ومن الزمالك؟ ده الكلام اللي انت قلتوه ده او اللي احنا سمعناه برضو، احنا ما جبناش حاجه تمام. رسميه. قالوا ان تم سحب عينات قبل المباراه مظبوط 48 ساعه. مظبوط. في الحاله دي احنا بنسميها اوت اوف كومبيتيشن تيستينج، او تمام. اخذ عينات خارج نطاق المسابقه. حتى لو طلع فيه عينات ايجابيه لا ما يمكن تاثرش على هتاثر المسابقه. على النتيجه. ما تتحسبش من ضمن الثلاثه اللي بيتقال عليهم اللي بيتقال عليهم اثناء تمام. المباراه. تمام. ولكن اللي احنا عارفينه ان مفيش حد خد كارت احمر في المباراه. مظبوط. وبالتالي اصبح النهارده عدد العينات اثنين من الفريق الف او تمام. فريق الزمالك، واثنين من فريق الاهلي. ولو احنا افتكرنا كده رجعنا لسنه 2010، فاكرين مباراة الكاس النهائي اللي كانت بين امبي وبين الزمالك؟ ايوه. وامبي كان كسب كاس مصر وكان طلع عنده لاعب عينته ايجابيه لو تفتكروا، وكان اللاعب ده موجود في منتخب الشباب وسافر المغرب، وانا الحقيقه رجعته من المغرب قلت له لازم يرجع لان اللاعب ده عينته ايجابيه وهيتم ايقافه. وفعلا اللاعب رجع، فالزمالك وقتها طلب ان هو ينقل نتيجه المباراه من امبي للزمالك. أيوة. الحقيقه ما ينفعش ان انت تنقلها لان ده كان لاعب واحد. كمين اللاعب ده يا لا. دكتور؟ اعتقد كان اسمه ايهاب محروس. تمام. كان في لاعب كان في ايهاب محروس. كان في 2010. تمام. طبعا بشكرك جدا على التوضيحات دي يا دكتور. تحت امرك. بشكرك جدا وبحييك يعني، لان المعلومات واضحه الحقيقه جدا. صح، ومنعت الجدل. بالظبط. واعتقد ان المداخله ديت اكبر رد لجمهور نادي الزمالك، واكبر يعني اكتر فرحة بالمناسبة يعني هي في العموم، لانه مفيش حد اتقال لنا انه عينته ايجابية، فهي القصة اذا كان فيه فممكن يبقى في الفريق من على الفريقين على الكسبان. لا احنا بنتكلم على سحب بنتايج. ما بنتايج مفيش معلومة بتقول ان بنتايج اللي انتشر. الكلام اللي انتشر مفهوم. يعني ما انت النهاردة بترد على اللي انتشر. مظبوط. وبترد
على اللي اتقال عليك ومش فيك. اه يعني مظبوط. المداخله بتاعته الدكتور اسامه ده اكبر رد، اكبر رد آه. يفرح جمهور نادي الزمالك من هاني حتحوت ان بيقول لهم بنتايج مفيش حاجه، طب ما تيجي وما نشوف. فيش حاجه اسمها السوبر الافريقي هيروح من لا مفيش الزمالك الكلام لاي ده، حته تانيه، تعال مفيش نشوف الكلام لوائح ده. الفيفا بتقول ايه.